اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام في برنامج مع فلسطين واهلها غزه. طبعا الان احنا متواجدين على ركام صالون هاشم للرجال. طبعا هذا الصالون تم تدميره بشكل كامل، لكن الشاب هاشم قرر انه يستمر في عمله حتى ولو كان على ركام هذا المحل. طبعا زي ما احنا ملاحظين في هذا المكان استمر في عمله، يعني اي حدا من المنطقه، من الحاره، من الزبائن حابب يجي يشتغل فبيشتغل في هذا المكان. طبعا في البدايه يعطيك العافيه، الحمد لله على سلامتكم ان شاء الله. يعني احنا بنحكي عن، انا شايف المشهد اول شغله نعيما، الله يسعدك، احنا شايفين المشهد الان يعني دمار بشكل كامل. ايش اللي صار؟ ايش اللي استهدفوها؟ انا استهدفوا صالون حلاقه، محل تغيير زيوت السيارات. يعني هاي العماره كانت عماره وفيها محلات ولا محلات؟ فقط محلات؟ لا بس محلات. يعني قائمه على محلات، يعني لا فيها عماره ولا فيها سكان، بس محلات. هنا صالون حلاقه، هنا في محلين لتغيير الزيوت السيارات، جنبه في نادي للاطفال، لالعاب الاطفال، يعني كليته مدني، ورانا سكان طبعا مدنيين، فيش هنا عماره كليتها سكنيه، ما في اي جهه عسكريه موجوده في هذا المكان او متواجده في هذا المكان، كلنا هان مدنيين. انت محلك كان قديش له، كم سنه موجود في هذا المكان؟ هذا المكان له 6 سنوات. 6 سنوات. وكان يعني في عندك زباين من المنطقه ومن خارج طبعاً المنطقه؟ أنا متواجد في هذه المنطقه تقريبا ما يقارب ال 11 12 سنه في هذا المكان. بس المحل هذا انت ساكن قريب من المحل؟ انا هنا ساكن في العماره اللي جنب اللي وقعت هذه. يعني انت شهدت الاستهداف؟ طبعا انا كنت متواجد في المكان ساعه ما جاء الاتصال اخلاء المكان فورا. يعني بيجوا زباين الان؟ في عدد من الزباين بيجوا؟ بعض من الزباين، يعني مش كل الزباين، بعض من الزباين بتيجي، لانه احنا ايش الفكره انك قررت تفتح مباشره؟ ما في اي مكان. هذا مكاني، هذا اساسي، هذا ما اسسته وتعبت عليه، يعني عمري كله تعبت فيه وشقيت فيه وحطيته في هذا المكان اللي اسسه بافضل صوره، فطبعا ما ضل اي شيء من المكان اللي انا تعبت عليه واسسته. يعني الان لحين اعاده اعمار هذا المحل، تمام؟ ايش ناوي تساوي؟ حتضلك في هذا الشكل؟ مش عارف، يعني حتى الان ما في اي بوادر اني انا اعمل شيء مادياتي. يعني هل في مكان بديل ممكن حتجهزه ولا حتضلك هان لحين اعاده اعمار؟ ما في الوقت الحالي انا حبحث على مكان ثاني، لانه لما نيجي نعمر او نستنى للاعمار طبعا حنستغرق وقت كبير، يعني نعمر المكان، فطبعا انا حبحث يعني على مكان ثاني وحدبر شويه اموري وحلمني امور وابدا اشتغل واسس حالي من اول وجديد. طيب الان انت قديش الموضوع صعب انك انت تبدا من اول وجديد، يعني تجيب اغراض من اول جديد، تبلش المحل، قديش كلفك المحل لما اسسته؟ انا يعني كلفني المحل اكثر من 10,000 دولار، كان عندي محل ضخم، يعني محل ما يقارب 4 كراسي، في عليه 4 حلاقين يعني انت من اول مواقف العدوان الاسرائيلي على القطاع بلشت فتحت محلك. احنا شفنا عدد من الصور طلعت على السوشيال ميديا وانت قاعد بتشتغل، فعشان هيك حبينا نزورك ونشوف يعني هذا التحدي. ايش الرساله اللي انت حبيت توصلها انه مجرد ما خلص العدوان بلشت جبت اغراضك، حتى وان كانت يعني الامكانيات اللي في المحل مش حتكون زي الامكانيات الموجوده الان؟ كلها هي تبع المؤاخذة راحت مع العدوان ومع القصف اللي صار. طبعا الاشي انه انا حبيت، لانه اول اشي هذا المكان هو اللي انا مؤسسه، له جزء في حياتي. قديش كلفك المكان؟ كلفني اكثر من 10,000 دولار، يعني انا مكلفه ومجهزه باروع ما يكون، التجهيز رائع جدا.
صراحه قديش زعلت على يعني انا بعرف في غزه لما بنحكي في غزه انك تاسس مشروع مش إشي سهل وبدك سنوات تاسس ويكون في سرع في عندك عمال بيشتغلوا ويصير لك زباين محتاج وقت طويل وقت طبعا طويل يعني هذا انا عملته بجهدي بتعبي بسنين من عمري مضيتها بهذا التعب وبهذا العمر قضيته يعني الخساره فعليا مش فقط خساره انه والله في مبلغ بس موجود مادية طبعا خساره معنويه خساره عمر انا قضيته في هذا المجال بحصر زباين معارف اليوم اصبح ما في اي شيء يعني انا شايف كل معالم المكان تغير يعني صالون هاشم انا شايف مش ضايله الا حتى جزء من القارمه جزء من القارمه بس يعني الحمد لله على سلامتكم وإن شاء الله يا رب ربنا يعوضكم بأسرع وقت ويعني أنا بصراحة المشهد هو مزعج ومحزن بنفس الوقت لكن يعني أنا عجبني صراحة معنوياتك وأنك حطيت الكرسي بإمكانيات بسيطة ووصلت رسالة أنه إحنا ما بنقفش شعب جبار زي ما وصف أبو عمار يعني قال لك شعب جبارين ففعلا فالشعب صراحة شعب جبارين ويعني أنا بحييك على هاي الفكرة وأنه لا تضلك موجود في المكان وأنا شايف أصلا في عدد يعني الشيء مش بس منظر في عدد زبائن كانوا بيحلقوا فهذا إشي يعني بيشجعنا أنه إحنا نستمر وأنه الفلسطيني ما بيموت لا يعطيكم ألف عافية الحمد لله على سلامتكم الله يخليك طبعا مشاهدينا الكرام احنا موجودين الان في محل باب الحاره طبعا هذا محل الاكسسوارات للملابس للهدايا وغيرها من الشغلات هذا المحل تم تدميره بشكل شبه كامل بسبب يعني قصف برج الشروق اللي قباله برج كامل كان فيه مؤسسات وفيه محلات تجارية تم تدميره بالكامل ولأنه هذا الشارع قريب أصلا من الشارع المقابل فتدمر المحل زي ما احنا ملاحظين بشكل شبه كامل يعني مشروع مدفوع عليه يعني عشرات الآلاف الدولارات في المقابل الآن صفى صاحب المعرض وصاحب المحل بلا عمل فعليا وراح يضلوا ينتظر لإعادة الإعمار راح نشوف اليوم حجم الدمار في هذا المكان فقط هذا المدخل طبعا هذا مدخل المحل زي ما احنا ملاحظين يعني هذا الشكل مدخل محل باب الحارة وهو هذا المحل يعني معروف من المحلات المعروفة في قطاع غزة في وسط قطاع غزة في الرمال ويعني له زبائن بشكل كبير جدا يعطيك العافية الحمد لله على سلامتكم أول شغلة نتعرف عليك أحمد المجايدة صاحب محل باب الحارة محل باب الحارة يعني من المحلات المعروفة في قطاع غزة صحيح. كل الصبايا الأمهات كله بيجي بيتجه لهذا المكان أنه يشتري فيه لكن لما أنا دخلت على المكان اتفاجأت بصراحة الوضع صعب ومأساوي يعني أنا شايف التدمير صحيح بشكل جزئي لكن في مخاسر كثيرة احكي لي أول شغلة شو اللي صار؟ إيش اللي صار في المحل؟ هو يعني أول إشي هدد برج الشروق يعني إحنا ما توقعناش إنه يكون مثلاً برج الشروق يخلف عندنا دمار بهذا الحجم صحيح يعني فقلنا ممكن بس غبرة إشي بس لما قصفوا البرج وجينا إحنا بعد ما خلصت الحرب يعني كنا نسمع مثلاً محلات تدمرت وجهاتها المحلات تضررت كذا فلما اجينا هنا يعني صعقنا طب خلينا نشوف نعمل جولة في المكان نشوف حجم الدمار يعني اللي بدها تتفسح كانت تنزل على الرمال تيجي تتفرج عند باب الحارة تقول نص ساعة ايش نزل هذا موديل جديد هذا تحديث هذا كذا يعني الوضع صعب حتى على العمال اللي بيشتغلوا عندك الان صحيح. في عندك عدد من العمال 20 عامل يعني من ضمنهم 6 موظفات و... وعندي كمان الان قاعدين عامل. الان قاعدين بدون مأوى برضه قسم بالله يعني الواحد بده اصيح يعني ما فيش مدخل رزقهم الوحيد هو هذا يعني كل هذا الدمار بسبب تدمير برج الشروق فما بالك لو قصفوا هذا المبنى يعني برضو خلينا نشوف هاني عزام حاطيني الكاميرا يعني حجم الدمار هائل وبده صراحة بده مبلغ كبير حتى يعني يرجع لطبيعته للوضع الطبيعي احنا مثلا في الحرب لما صارت حرب اللي فات بدايه حرب كانت وانتهت الحمد لله
قصفوا بيت الخزندار ورانا، صحيح تأذينا وصار عندنا مخاسر في حدود 10-8,000 دولار، قلنا بعوض الله ورجعنا يعني استمرينا واشتغلنا يعني مبلغ بسيط ما كانتش فارقة. بس اليوم حجم الدمار كبير جدا وما يعني ما بنقدرش نهائي انه احنا نقدر نقف على رجلينا تاني. يعني يعني انتوا على امل انه يتم اعادة اعماره باسرع وقت حتى؟ صحيح، يعني احنا بنطلب مثلا من الجهات المختصة تيجي في اسرع وقت تشوف عنا ايش الوضع وايش الخسائر وتقيم لنا يشوفونا حل، ما يعني ما احنا لحالنا مش هنقدر نعمل حاجة. يعني قديش حجم البضائع اللي جبتوها قبل العيد على اساس انكم تلحقوا موسم العيد؟ والله جبنا احنا تقريبا مشتريات يعني زي ما تقول 100,000 دولار، وعندنا المحل كمان كان فيه من قبل زي 150,000 دولار زي ما بس طبعا احنا ما في العيد ما بعتش ما كانش ما وبدل بلش العدوان من يوم الاثنين وبلشت اللي هي الاحداث، يعني فيش كم من يوم اللي لحقتوهم قبل احنا شغلنا بالذات ثلاث ايام اخر يعني اخر ثلاث ايام اربع ايام هو شغلنا اللي هي نظام الاكسسوارات والكماليات يعني. وغزه هي دائما اخر ثلاث ايام نلاحظ انه قبل العيد معروفه انا بصير في ضغط على المحلات وعلى المولات. صحيح. يعني ما مش انه احنا بنقعد شهر كامل نشتري، لا غزه معروفه اخر اسبوع وخاصه اخر ثلاث ايام بيكون في ضغط. صحيح. الله يعينكم، الحمد لله على سلامتكم ان شاء الله العوض يا رب، هيك في اسرع وقت يتم تعويضكم حتى تفتحوا ابوابكم، لانه بصراحه مش هاين على اي حدا. انا كزبون للمحل او كحدا بدخل هذا المحل ودخلته قبل هيك والله ما هو هاين على اي حجم. صحيح. حجم الدمار الموجود. يعني احنا بنحكي مشاهدينا الكرام عن اكثر من 1400 بنايه او برج تم تدميره بشكل كامل، و13 ألف تم يعني تدميره بشكل جزئي أو أضرار كبيرة. تخيلوا هذا العدد الكبير، قديش في محلات تجارية، قديش في شركات، قديش في معارض، تخيلوا حجم المخاسر اللي خسرتها الناس اليوم في غزة عشان تأسس أصلاً مشروع. يعني الموضوع صعب جداً جداً في ظل حصار إسرائيل 14 سنة، واقع اقتصادي صعب. اليوم الشباب بفحروا بالصخر ليأسس مشروع، لما بنحكي مثلاً عن محل إحلاقة والله، فالمحل هذا أصلاً صاحبه فحر بالصخر عشان يحوش 10 ولا 15 ولا 20,000 دولار عشان يفتح المحل، بده يعني كمان 6 سنين عشان يقدر يقف على رجليه، إلا إذا كان يعني إعادة الإعمار بشكل سريع ويحاول يستدرك حاله بأسرع وقت. فالوضع في غزة صعب. يعني هذا برج الشروق مثلا من الأبراج في قطاع غزة اللي مليان محلات، معارض، في عدد من الشركات. تخيلوا أصحاب المحلات هاي والمعارض مع العمال اللي فيها الآن قاعدين في بيوتهم بيستنوا أنه في يوم من الأيام يتم إعادة الإعمار عشان يبلش من الصفر، يبلش يجمع زباين من أول وجديد. فالصراحة الوضع بعد العدوان كارثي. والله يعين الناس، الله يعين أصحاب الشركات، الله يعين العمال اللي بيشتغلوا في هاي الشركات. طبعا إلى هنا مشاهدينا الكرام بنكون خلصنا هاي الحلقة من برنامج مع فلسطين وأهلها من غزة. يعني في الختام ما بنحكي إلا الله يعين هالشعب والله يعين يعني أهل سكان غزة بعد هذا العدوان، وبهيك بحكي لكم إلى اللقاء.